طيب نقول حاجة تاني من فوق بقى، احنا هنلعب كروماتيك، هنلعب الأربع فريتس الأربع فريتس الأربع فريتس. نفس الكلام تلعبه نازل وطالع، وتلعبه على المترونوم لازم، عشان هو ده اللي هيخليك تلعب مظبوط. بس ممكن اخر حاجة اكسرسايز برضو بسيط كده نقوله، يبقى انا ايه اللي هعمله؟ ان انا هجيب الجهاز ده شغله، قلنا على سرعة بطيئة زي كده، تمام. هركز على ايه؟ هركز على يعني حاول اخد بالي ان انا ابدل الاي والام، ان ما اعملش وانا مش واخد بالي اي وام ام، ودي بتحصل يعني لما الواحد يحاول يتمرن بسرعة عالية في الاول على اللي هو يقدر يلعبه، هو المفروض تمشي ستيب باي ستيب، تمام. بس